ما هو الضابط الذي به نعرف أن هذا العمل المنهي عنه باطل، حيث أننا نرى بعض أهل العلم يصححون عملا منهيا عنه ويبطلون آخر؟ مثل والله لا أحضرني الآن شيخ. أو يجب أن نعلم أن العبادات الأصل فيها المنع، فكل من تعبد لله بشيء عقيدة أو قول أو عمل فإن عمله باطل إلا أن يقيم دليلا على أنه مشروع، هذا هو الأصل. ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى منكرا على الذين يشرعون ما لم ينزل به سلطانا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فأنكر عليه. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه القاعدة الأصل في العبادات، الأصل إيش؟ المنع والتحريم والبطلان ما لم يقم دليلا عليه، دليلا صحيحا. وأما غير العبادات فالأصل فيها الحل، كالمعاملات الجارية بين الناس والعادات الجارية بين الناس والأخلاق الجارية بين الناس، الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على المنع. هاتان القاعدتان بهما توزن جميع الأعمال التي لا يعرف لها سابق. فمثلا صلاة التسبيح، صلاة التسبيح حديثها ليس بصحيح بل هو باطل كما صرح به الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلى هذا فلا تسلم، يعني لا يمكن أن نعمل عملا يقربنا إلى الله إلا بدليل. كذلك صلاة الحاجة، إن الإنسان إذا كان له حاجة صلى ركعتين ثم سأل الله على صفة مخصوصة معروفة هي أيضا ليست بصحيحة. كذلك الاحتفال بالمولد النبوي كما يزعمون هذا أيضا باطل لا يصح، لأنه أولا من الناحية التاريخية ليس بصحيح، لأن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيها المؤرخون على 8 أقوال أو 7 أقوال، وقد حقق بعض المعاصرين أنها كانت في اليوم 9 من شهر ربيع الأول، عكس ما هو معروف الآن أنه في اليوم 12. وحتى لو فرضنا جدلا ثبوت الولادة في هذا اليوم فإنه لا يجوز أن تتخذ عيدا. أفهمت؟ أنا أقصد العمل المنهي عنه شيخ، يعني ما في عمل منهي عنه إلا الشرائع. لا مما جاء يعني ثبت العبادات الأصل فيها النهي والمنع حتى يقوم دليل على أنها مشروع. يعني مثلا نضرب لك مثلا، لو أن إنسان طاف بالكعبة وصار يمسح جميع الأركان 4، قلنا أما الركن، أما الحجر الأسود والركن اليماني فهذا مشروع، وأما الاثنان فاستلامهما غير مشروع، فيكون منهيا عنه مبتدا. ولهذا لما طاف معاوية رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما بالبيت جعل معاوية يستلم كل الأركان فأنكر عليه ابن عباس، فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين اليمانيين. فرجع معاوية إلى قول ابن عباس. الآن حضرني مثال شيء، لا صلاة بحضرة الطعام، نعم. هذا عمل يعني منهي عنه، هل هذا يبطل يعني الصلاة؟ وما هو الضابط فيه؟ هذا نرجع للقواعد، لا صلاة بحضرة الطعام، لماذا؟ هل السؤال لأجل الانشغال؟ لأجل الانشغال. إذن لو صلى الإنسان وهو لا يأبه بهذا الطعام ولا يشرب وشرب يدخل في النهي؟ ما دام عرفنا العلة فإنه لا يدخل في النهي. بقي إذا كان يشغل خاطره وجوعان جائع يريد أن يأكل، نقول غاية ما فيه أنه اشتغال القلب، واشتغال القلب أكثر العلماء يقولون إنه لا يقبل الصلاة،
ويستدلون بالحديث ان الشيطان ياتي لابن ادم وهو يصلي يقول اذكر كذا في يوم كذا حتى لا ياتيك مصلي. وعلى راي من يقول ان الخشوع واجب في الصلاه يقول اذا ادى حضور الطعام الذي يشتهيه الى ان ينشغل قلبه عن الصلاه بحيث لا يدري ما يقول فصلاته باطله. نعم.